من هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني وكم عدد أهداف اللي سجلها؟ السؤال 100 درهم. يلا أجوا معي يا أخوتي شوفوا شكون اللي هداف. السلام عليكم أهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. أحبتي في الله نتمنى دائما نلقاكم في أحسن الأحوال، يا ربي يحفظكم ويسلكم الأمور ديالكم. خوتي كما سبقنا درنا مسابقة في المشاركة ديال المنتخب الوطني في كأس العالم. في الفيديو القادم بجد الله تعالى اليوم غادي نديروا فيديو واحد آخر، سؤال جديد إن شاء الله بإذن الله للشارع الصفراوي باش نعرفوا الذكاء ونشوفوا المعرفة الكروية ديال الشارع الصفراوي. السؤال ديالنا كيقول اليوم من هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني وكم عدد أهداف اللي سجلها؟ يلا أجوا معي يا أخوتي. اسم الكريم خالد سعادة. مشرفين سي خالد. السؤال ديالنا كيقول من هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني وكم عدد الأهداف ديالو؟ أوا خيش إلا جاوبتي 100 درهم. سما سكتي يا معلم. السؤال ديالنا على 100 درهم. مرحبا. الاسم كريم وليد. السؤال ديالنا على 100 درهم من هو الهدف التاريخي للمنتخب الوطني وشحال اعداد الاهداف ديالو؟ بدو الزاكي. الاسم الكريم اخي احمد البوشامي. مشرفين اخي. سؤال جاوبت عليه 100 درهم. مرحبا. مرحبا. من هو الهدف التاريخي للمنتخب الوطني وكم اعداد الاهداف ديالو؟ هدف تاريخي لا ما عارف. القنيطره البوساسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسم الكريم؟ علاء الدين سلامه. مشرفين الاخ علاء الدين. السؤال ديالنا كيقول من هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني وكم اعداد الاهداف ديالو؟ الا جاوبتي عليه 100 درهم. هادشي واش حاليا ولا الهداف التاريخي؟ كاين لاعب مغربي هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني. كنقول حكيمي. السؤال ديالنا كيقول من هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني واعطيني عدد الاهداف ديالو؟ انت والله ما نعرف ما كنتش عارف. ها انت دمار شي سميه بالنسبه للنصير. ها لا ما نعرف ما كذبش عليك. قلب في المذكره. ها حيت كانت عندي المعلومه لان حيت غير مؤخرا كانوا كيدويو عليها وضاعت. ما باقي كان عقل على شكون المنتخب اللي عنده اعلى فهمتي اعلى ولكن هاد اللعيبه هادي ديال شكون هو الهداف تلفات. عطينا ربما كاماتشو. جواب خطا. الاسم كريم. حمزه الغول. مشرفين. والاخ كريم وليد الغول. مشرفين الخوت. سؤال سهل اي شويه الذكاء وصف. من هو الهدف التاريخي للمنتخب الوطني وكم عدد الهدف ديالو؟ الا جاوبتوا عليه 100 درهم. حكيم زياش. لا الخوت معنا واحد المتسابق. تشاركوا ثلاثه بكم ماشي مشكل، شاركوا على مولانا ولكن بشرط اللي غايجي فيكم الجواب صحيح ها هي 100 درهم. صافي. السؤال ديالنا كيقول من هو الهدف التاريخي المنتخب الوطني وكم العدد ديال الاهداف ديالو؟ سير خرج هذا غالك معاك احمد فراس. شحال عدد الاهداف ديالو؟ ما بين 36 38 الرقم واحد 36 احمد فراس ب 36 بيت. والجو صحيح. فاز معنا ب 100 درهم. كيف فاز معنا ب 100 درهم بالصحه والسلامه؟ تقول بسم الله رزقك هذا جات لعندك اخي. الصحه والراحه تستاهل. شي كلمة. شكر الإذاعة. كنشكر سهيل تي في. كنشكر سهيل تي في. كنشكرو سهيل تي في على هاد المسابقة اللي كدير في المقاهي في مدينة صفرو. شكرا بزاف وكنتمناو التوني راه حنا ما توصلناش بها خويا سهيل. إن شاء الله توصل بها. التوني الله يجازيك بخير راه ما توصلناش به. واش غتبقينا يقسم معايا هذا المبلغ؟ أنا راه والله ما عملت بالك. حتى أنا جاوبت. حتى
تايا انا راني جاوبت وكنشكرك بزاف. شكرا بزاف. وكنتمنوا المسابقه تستمر ان شاء الله باذن الله تعالى. وكنتمنوا للمنتخب يتقدم. المنتخب لعب مع ان شاء الله باذن الله تعالى مربوحه ان شاء الله. غنتاهلوا بجوج لزيرو ولا 3-1 ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لكم وشكرا تحياتي سوات القناه سوات التيفي كتحييكم. وهنا كانت المسابقه ديالنا ان شاء الله باذن الله. والقادم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. الله.